بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي يعني درستها في السابق، عبارة عن بكتيريا وطحالب متواجدة يعني بنسب كبيرة جدا في المناطق البحرية والمناطق أيضا في البرك المائية. ممكن تلقون يعني بكتيريا خطيرة جدا، بالذات البكتيريا يعني الحلزونية والبكتيريا المستطيلة والبكتيريا الدائرية والبكتيريا يعني شتى أشكال البكتيريا. وأيضا كانت تعيش معاها أنواع من أحادي الخلية، وتوجد أملاح وبيض حشرات، وكوني أخذتها من برك مائية معينة تكثر فيها هذه الأحياء. وأنا أنصح الباحثين بدراسة هذا المجال ودراسة تكثيف الجهود في هذا المجال، ويعني تطوير مجال الأحياء الدقيقة ودراسة الميكروبات والطفيليات والمخلوقات المتواجدة في هذه يعني المنطقة، كونها يعني منطقة ممكن تسبب أمراض عندما يعني يلمسها البشر أو يتواجد فيها البشر. ويعني ممكن تلقون أيضا بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، وهذا طبعا بكتيريا خطيرة جدا، ممكن تنتقل للبشر ويصاب بأمراض خطيرة جدا ليس لها علاج حاليا. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم العينات في فيديو مستقل آخر.